وبرغم من مميزاته الكتير وبرغم ان انت فعلا ممكن تخس عدد كيلوات نسبيا كبير وفي وقت نسبيا قليل، الا انه زي اي نظام في الدنيا، زي ما ليه مميزات زي ما له عيوب. في الحلقه دي هنتكلم عن الكيتو دايت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا دكتوره مي جنيدي ودي قناه ببساطه، وفي الحلقه دي احنا بنتكلم عن الكيتو دايت او نظام الكيتو. في الكيتو دايت احنا بنخلي الانسان اللي عايز يخس بياخد دهون بنسبة عالية وبياخد نشويات بنسبة قليلة جدا، وبناء على ده احنا بنخلي الجسم يتحول من ان هو بدل ما بيستعمل الجلوكوز اللي بيجي من النشويات كمصدر للطاقة، احنا بنخليه يعتمد على الكيتون بادي كمصدر للطاقة اللي هي بتيجي من الدهون. هو ده نظام الكيتو دايت بكل بساطة. اول حاجة مع دكتور التغذية اللي حضرتك متابع معاه، الدكتور هيحسب لك نسبة السعرات الحرارية اللي حضرتك بتحتاجها على مدار اليوم، وبعد كده هيطرح منها 500 سعر حراري علشان نبتدي نعمل نوع من انواع العجز. العجز دوت في عدد السعرات الحرارية ده اللي هيخليك تخس. طيب بقية العدد اللي طلع لنا من السعرات الحرارية هنعمل فيه ايه؟ هنستعمل منه 70% دهون و25% بروتين، وال5% اللي باقيين هم دولت اللي هيبقوا الكمية بتاعت النشويات اللي مسموح لك ان انت تاخدهم على مدار اليوم. علشان كده احنا بنقول ان الكيتو دايت ده نظام 70% دهون 25% بروتين و5% كربوهيدرات او اللي هي النشويات، واللي هي في الطبيعي هتبقى تقريبا من 20 الى 50 جرام، وده الماكسيمم اللي هيبقى مسموح لحضرتك بيه على مدار اليوم. كل نظام غذائي في الدنيا الإنسان بيعمله بيبقى ليه مميزات وبيبقى ليه عيوب. خلينا نتكلم عن المميزات بتاعت الكيتو دايت. الكيتو دايت أول حاجة هو بيعتبر من أفضل الأنظمة اللي بتخليك تنزل في الوزن بسرعة، وده علشان إيه؟ ده علشان النظام بتاع الكيتو بينزل نسبة الإنسولين في الدم. نسبة الإنسولين اللي في الدم دي لما بتنزل بتخليك حرفيا مش بتحس بالجوع. في ناس بتقعد باليوم وبالاتنين على نظام الكيتو مش حاسين ان هم جعانين اصلا. النظام بتاع الكيتو ده بيحفز ان فيه هرمون اسمه الليبتين، وده بيخرج من الدهون ان هو يطلع ويتواجد بنسبة كبيرة. الهرمون ده بيخلي الجسم يحس بالشبع بسرعة، فانت حرفيا بتبقى حاسس بالشبع ما عندكش احساس بالجوع، فما بتاكلش كتير. الناس اللي بتنتظم على الكيتو دايت مش بتاكل كميات كتير، وكمان بتحس بالشبع بسرعة مش بتحس بالجوع تقريبا باليوم وبالاتنين. كمان نظام الكيتو دايت بيزود حساسية الانسولين، وده بيخلي النظام الغذائي ده مناسب جدا لمرضى السكر، وكمان للسيدات او للناس البنات اللي عندهم تكيسات في المبايض. انا كنت عملت حلقة عن تكيسات المبيض، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، بصوا عليها هتستفيدوا منها كتير. كمان الكيتو دايت هو بيكون نظام غذائي مساهم في علاج بعض الأمراض زي مثلا تكيس المبايض وزي الشلل الرعاش وزي الناس اللي بيبقى عندها صرع، وكمان هو بيقلل من الأمراض بتاعة القلب والشرايين، فهو بيبقى مناسب جدا للناس اللي عندهم الحالات الصحية دي. يعني نظام بينزل الوزن بسرعة وبيساعد في علاج الأمراض وبيخليني أحس بالشبع وما يخلينيش أحس بالجوع ليوم واتنين، ده كده بقى السحر اللي موجود. في الحقيقة يؤسفني أني أقول لحضرتك أن مفيش نظام غذائي لغاية دلوقتي يعتبر النظام الساحر اللي هيخسسك بكل مميزات دي من غير ما يكون ليه عيوب. فإحنا دلوقتي هنتكلم عن العيوب بتاعة الكيتو دايت. نظام الكيتو دايت نظام قاسي يعني بدرجة كبيرة، لأن ممنوعاته في الأكل كتيرة جدا جدا، وكمان هو مش بيكون مناسب لكاتيجوريز معينة من الناس، زي مثلا هو مش بيبقى مناسب للحوامل ولا مناسب للأطفال اللي هم في مرحلة بناء لجسمهم، وكمان مش بيكون مناسب أبدا للناس اللي بتشيل حديد علشان عايزة تزود عضل في جسمها. كمان هو نظام مش هيكون مناسب للناس اللي عندها مشاكل في الكلى او عندها مشاكل في الكبد، لان هو يعتبر ان هو بيزود العبء عليهم شوية، فلو هم اصلا تعبانين او فيهم مشاكل فهو مش هيكون نظام مناسب ابدا ابدا للناس اللي عندها مشاكل في الكبد والكلى. تقليل النشويات اللي بيحصل في نظام الكيتو بيخلي الجسم ينزل مية كتير،
والمية لما بتنزل ما بتنزلش لوحدها، بينزل معها أملاح ومعادن زي الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. وعلشان نزول الأملاح دي ما يعمل لناش مشاكل في الجسم، فإحنا بنضطر إن إحنا نمشي على مكملات غذائية في أثناء الفترة بتاعة نظام الكيتو، وده علشان نتجنب إن يحصل لنا أي مشاكل صحية من فقدان الحاجات دي مع المية. ندخل بقى على الأكلات المسموح بيها والممنوعة في نظام الكيتو. أنا هحب أتكلم عن الممنوعات الأول. كل أنواع النشويات البسيطة والمعقدة ممنوعة تماماً في نظام الكيتو. كل أنواع السكريات والمحليات ممنوعة في نظام الكيتو. ما فيش بس إلا نوع سكر دايت اسمه استيفيا، ده اللي مسموح به. وطبعاً علشان الناس اللي دايماً بتقول طب وعسل النحل، برضو ممنوع. كل النشويات وكل الفواكه ممنوعة في نظام الكيتو ما عدا حاجتين، التوت والفراولة، وبيبقى مسموح بيهم بكميات صغيرة. كل أنواع البقوليات بلا استثناء ممنوعة. كمان كل أنواع الدرنات أو الخضار اللي بيتزرع تحت سطح التربة بيبقى ممنوع، زي القلقاس وزي البطاطس وزي الجزر. الحاجات دي بيبقى فيها نسبة نشويات عالية بالرغم من إن هي خضار، كل ده برضو ممنوع. المنتجات اللي بيبقى مكتوب عليها ان هي قليلة الدسم برضو بتبقى ممنوعة، لان بالرغم من ان هي الدسم بتاعها بيبقى قليل لكن هي بيبقى فيها نسبة سكريات عالية، فبرضو دي ممنوعة في نظام الكيتو. الدهون الغير صحية زي السمن النباتي مثلا برضو ممنوعة. ما هو مش معقول ابقى انا اصلا عاملة الدايت ده علشان اصلح صحتي وادخله حاجة مضرة مش مفيدة. طبعا هي ممنوعة. اظن كده الدنيا سودت في وشنا تماما وما بقاش في حاجة اصلا متبقية علشان تتاكل. يعني اكيد زمانكم بتقولوا دلوقتي ايه الحاجات المسموحه اللي هي تتكلم عن، لا لسه ما زال في مسموحات. احنا مسموح لنا في نظام الكيتو بكل انواع اللحوم اهو، يعني قلنا بقى حاجه جميله اهي، كل اللحوم مسموحه، وكمان الاسماك خصوصا الاسماك الدهنيه زي التونه والسلمون والماكريل، دول من اكتر الحاجات اللي بتبقى مفيده ومناسبه جدا في نظام الكيتو. كل انواع الخضروات الورقيه مسموح بيها في نظام الكيتو، واي نوع خضار ما عدا الخضروات اللي هي الدرنات اللي زي البطاطس والبطاطا والقلقاس والجزر اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية دولت ممنوعين، لكن اي حاجة تانية من الخضروات فهي معانا ومسموحة. بعض انواع الجبن زي الشيدر والموزاريلا مسموحين في نظام الكيتو. اهم حاجة بقى السمنة البلدي والزبدة البلدي، زيت الافوكاتو وزيت الزيتون وزيت جوز الهند، دي من الحاجات اللي مسموحة معانا ودي اللي احنا بنستعملهم بشكل اساسي في الكيتو دايت. كل انواع المكسرات معانا في الكيتو دايت ما عدا السوداني، معلش علشان في نسبه نشويات عاليه شويتين. كمان معانا جميع انواع التوابل، ما فيش اي مشكله في التوابل، فيعني الدنيا بقت لطيفه. ابتدى يكون عندنا سله من الممنوعات وابتدى يكون عندنا سله من المسموحات. وللعلم انا دلوقتي شفت في صفحات موجوده كتير على النت وعلى الفيسبوك مهتمين بان هم يعملوا اكلات بتكون مناسبه للناس اللي متابعين الكيتو دايت، بيبيعوها اسعارها الى حد ما مناسبه، وده بيسهل على الناس فكره ان انا المفروض اقف اطبخ لنفسي، ما ينفعش ان انا اكل حاجات من بره. فيعني بقى متاح ان انت تلاقي في ناس بتعمل الاكلات دي وتوصلها للمنازل دليفري، يعني الدنيا ما بقتش صعبة قوي زي الاول. النظام ده نظام ناجح جدا للناس اللي عايزة تخس. فلو حضرتك الممنوعات اللي انا قلت لك عليها دي مش بتسبب لك مشكلة، ولو انت حالتك الصحية ما فيهاش مشاكل تخليك ما ينفعش ان انت تعمل الكيتو دايت، فهو هيبقى نظام مناسب جدا ليك، خصوصا ان المفروض ان انت هتمشي عليه مثلا من 6 شهور لسنة هتنزل فيهم الوزن اللي انت عايزه. بعد كده انت ممكن جدا ان انت تكمل عليه لو هو عجبك كنظام حياة ما عملكش اي مشاكل، او وقتها انت ممكن تخرج منه ولكن مش هتخرج منه بقى وتقوم فاتح على البحري وتاكل كل اللي انت عايزه، لان ببساطة انت هترجع تاني لنفس الوضع اللي انت كنت فيه قبل كده. فلا، احنا لما بنعمل كيتو دايت بنخرج منه على حاجة اسمها نظام منخفض النشويات اللي هو اللو كارب، طبعا مع ممارسة الرياضة في اثناء النظام بتاع الكيتو او كمان بعد الكيتو، لان ده شيء اساسي. في بقى حاجة اخيرة، الناس اللي عندها كرش، الكيتو دايت ده يعتبر النظام المثالي لنسف الكرش تماما، لان زي ما قلنا ان هو بيعني بيظبط شويه كده في موضوع الانسولين، والقصه بتاعه الانسولين دي هي بتبقى سبب من الاسباب الرئيسيه في موضوع الكرش. فانت كيتو دايت مع رياضه
انسى الكرش تماما. النظام ده من الانظمه اللطيفه جدا ان لو انت فيها ما عندكش مشكله مع الممنوعات فكمل فيها وهيظبط الدنيا معاك. ولكن زي ما قلنا ان لازم تكون متابع مع طبيب تغذيه لان الانظمه دي بتبقى حساسه شويه فلازم يكون حد متابعك. انا كده خلصت الحلقه بتاعتي بتاعت النهارده. لو لقيتوا ان هي كانت مفيده ليكم فما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان غيركم يستفيد. كمان ما تنسوش تشتركوا في القناه، احنا بنعمل فيديوهات علميه وطبيه فيها فايده كبيره جدا. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.